وانا في اللحظه دي بأهيب باولياء الامور والامهات اللي في البيوت، افتحي تليفون بنتك، افتحي شوفي الواتس بتكلم مين. اوعي تقولك دي خصوصيه يا ماما، مفيش خصوصيه، اديها بالمركوب. مفيش خصوصيه يا حبيبتي، مفيش خصوصيه على ماما وعلى بابا، مفيش خصوصيه. يا اب افتح تليفون ولدك، مفيش حاجه اسمها ولد حاطط يعني قفل على شاشه التليفون ولا عامله باسورد. تعالى افتح التليفون، ما فتحش التليفون خده منه، انت ما تضمنش جوه التليفون ده ايه. وانت يا بنتي اللي في ثالثه اعدادي، وانت اللي في اولى ثانوي، وانت اللي في ثانيه ثانوي، مفيش حاجه اسمها خصوصيتي يا ماما، ارجوكي ما تجرحيش خصوصيتي. لا مفيش حاجه اسمها خصوصيه، ماما تفتح التليفون في اي وقت ايا كان، وتبص في كل حاجه في اي وقت وايا كان، وده لمصلحتك انت في الاخر ومصلحه ماما على فكره. يا ماما يا بابا، بدل ما تلبس مصيبه في يوم من الايام ويلبسك العار في يوم من الايام، افتح التليفون النهارده فتش فيه. افتح يا ماما تليفون بنتك وفتشي فيها. اللي بيربي النهارده مش الاب والام، اللي بيربي النهارده هو الصاحب، هو الصديق. انت احيانا يا اب وانت احيانا يا ام تبقي مش قادره على اقناع بنتك في امر ما، تروحي تجيبي لها صاحبتها تقنعها، تقول انا هكلم صاحبتها هي اللي هتعرف تقنعها. مفيش حاجة اسمها كده، اللي بيربي حاليا فعلا هو الصاحب. بتبقى بنت راجل ما شاء الله يعني بيصلي وراه 100 راس، وبنته في اتجاه تاني خالص، مضحوك عليها. هل ده وانت لما تيجي تسمع تقول لي مش معقولة بنت الراجل فلان هي اللي بتعمل كده، لان اللي ربتها هي صاحبتها. بص يا بابا وبص يا ماما على مين أصحاب بنتك ومين أصحاب ابنك، شوفيهم مين هم دول اللي بيربوا، مش انتي ولا بابا اللي في البيت. بس انتي كمان ما تسيبيش الأمر كده متغطرش عليك، يعني افتح التليفون وشوفي وقولي لها دي مين ودي مين ودي مين. وتقولك ايه يا ماما انتي بتشكي فيا؟ لا يا حبيبتي اه بشك فيك، بشك في نفسي يا بابا، ما فيهاش حاجة. أصلا هتقولك يا ماما انتي كده بتشكي فيا على فكرة. لا مش تشك فيكي، ده من حقك، ده حق مكتسب ليكي. البنت لو راحت الدرس طلعت الساعة كام من بيتك؟ طلعت الساعة 5، 5:10 اكلمها. انت فين يا بابا؟ انا يا بابا راكبة الميكروباص رايحة الدرس. انت فين يا بنتي؟ انا وصلت الدرس. خلي في ايدك تليفون المدرس او المدرسة اللي بتروح لها. 5:30 اتصل بالمدرس، اوعى تقول لي سنتر وفيه 100,000 وما بيردش عليا، اتصل باي حد في السنتر ده ولا اتصل باي حد انت عارفه. حنان وصلت؟ معلش طيب عشان بطمن عليها بس، اصلي سمعت ان في اي حد اي سكه يعني. حنان وصلت، المهم يبقى حنان في الدرس. مش تبقى يا بابا انا رايحه الدرس وهي في حته تانية، على الكافيه. على الكافيه ساعه الدرس بتبقى على الكافيه وانت مسلم الامور وواثق. عارف تبقى واثق امتى؟ تبقى واثق يوم ما تطبق السنة المحمدية، يوم ما لعبوهم سبع، ويوم ما يعني أدبوهم سبع، ويوم ما صادقوهم سبع، ثم اتركوا لهم الحبل على غاربة. السبعة اللي انت بتلعبوا فيهم دول من سن واحد لسن 7 سنوات، ده بيلعب وبيرتع في ملكوت الله وليس عليه حرج. لاعبوهم سبع من سن واحد لسن 7 سنين، ده بيلعب. علموه سبع، يتعلم بقى من سن 7 لسن 14، يتعلم الصح ايه والغلط ايه والاصول ايه والعادات ايه والتقاليد ايه والدين ايه، ودي صح ودي غلط. صادقوهم سبع من سن 7 من 14 ل 21، أصبح صديقك وأصبحت يا ماما في البيت صديقتك وصحبتك، زي ما صاحبتك اللي جارتك اللي انت بتحكي معاها دي كل أسرارك وتفضي كل كعبيلك عند صاحبتك وهمومك وأحزانك عند صاحبتك. لا عندك صاحبتك في البيت، وانت يا بنتي ماما دي تعتبريها صاحبتك وما تخافيش منها، قولي كل اللي عندك. حتى لو في عيل انت
اعجبت بيه وروح يقولي لماما، وماما ساعتها هتدلك على الصح ايه، بس ما تعمليش حاجة من وراها، ما تعمليش حاجة صاحبتك الانتيم اللي في الفصل عارفاها وماما مش عارفاها، هتيجي فوق راسك. خلاص صدقتهم 7، ثم اتركوا لهم الحبل على غاربه. 21 يجرى عليه الكتاب، هيتحاسب لوحده يوم القيامة، ليه جنة وليه نار، والله أعلم بما سوف يكون. لكن ما فيش حاجة اسمها أصلي أنت كده يا ماما بتقفلي على خصوصياتي، أو أنت مش بتحترمي خصوصياتي. لا لا، ما فيش حاجة اسمها مش بتحترمي خصوصياتي، دي أمك وده أبوك. أظنك يا بابا في البيت هتشوفوا على حقيقته لما يعني تحاول انك انت تقول له تعالى افتح تليفونك، ما فتحش تليفونه خد التليفون وما ياخدهوش تاني، وساعتها هتشوف نفسك هل أدبت وربيت ولا ما ربيتش. شوف ساعتها انت واصل معاه في التربية لغاية فين. وما فيش مانع على فكرة يعني انك تفتح القائمة بتاعت الاسماء وتلاقي مستر حسن انجليش، اضرب على مستر حسن واسمع هل ده صوت مستر حسن. طيب معلش اصلي ضربت على رم، معلش يا مستر انا اسف انا والد فلان، واقفل. انما اصلا ممكن يكون مستر حسن وتبقى دي الانتيخة وانت قاعد شايفه مستر حسن ومرتاح. وهكذا انت يا ماما يعني ولاء وعلا ومنى، وممكن يبقى وسط الثلاثة دول في قنبلة موقوتة عايشة ممكن تلبسك مصيبة في يوم من الأيام.